محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. كنا في الأسابيع الفائتة في رياض توحيد القرآن، في رياض التوحيد والثقة بالله والاعتماد عليه. كنا بآيات: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فكانت مرحلة الآيتين مرحلة دخول المؤمن في رياض القرآن، ليثق بالله وليعتمد عليه في كل أعماله، وليعلم أن الاعتماد اليقيني هو الاعتماد على الله وحده، ومن اعتمد على غير الله فشل في حياته وخسر. وإذا كان الاعتماد على الله والتوكل على الله، إذن لا بد أن يكون هناك صلة بالله العزيز القدير، أن يتوكل العبد عليه توكلا كاملا في كل أحواله. فالخير بيد الله لا يأتي به إلا الله، ولا يدفع الشر عن الإنسان إلا الله. ولما كانت آيات التوحيد والثقة بالله تقدمت، تبعتها هذه الآية المباركة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني إذا دخلتم مدرسة التوحيد وكنتم مع الله تعالى في توكلكم وثقتكم واعتمادكم على الله، فلا تثقوا بإنسان مهما كانت صلته ومهما كانت مودته، لا تثقوا به، فإن القلوب تتقلب، وخاصة إذا كان من تثقون به غير مسلم أو من غير المؤمنين. فلا تثقوا بإنسان لا حب له لله، ولا تثقوا بإنسان ليس له صلة بالله تعالى. فهذه الآية تثبيت للآيات التي سبقتها. سبب هذه الآية أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان إنسانا تقيا، وكان أنصاريا رضي الله عنه وأرضاه، وممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان له حلفاء من اليهود. الحلفاء يعني الأصحاب والأحباب من اليهود. كان له أصحاب وأحباب من اليهود. فلما خرج النبي يوم الأحزاب، يوم تجمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون استئصال الإسلام وقتل النبي وإفناء هذا الدين، هكذا كان ظنهم. لما اجتمعوا أتى سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن معي
500 من اليهود، هذول أصحابي وأتباعي وحلفائي، يعني بيني وبينهم في معاهدات وفي بيني وبينهم أعمال. فإن رأيت أن يخرجوا معي أستصهر بهم، يعني بستنصر فيهم وببذل الجهد أن أكون معهم ممن ينصروننا ويجاهدون معنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. هؤلاء اليهود كفرة وهم ينتظرون منكم غفلة حتى ينقضوا عليكم، واليهود هم اليهود من 4000 سنة وإلى الآن هم اليهود، ما تغيرت عقيدتهم ولا تغيرت أخلاقهم ولا تغيرت نفسيتهم. ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا يهودي بمسلم قط إلا حدثته نفسه بقتله. ما خلا يهودي بمسلم قط إلا حدثته نفسه بقتله. يعني اليهودي إذا خلا بالمسلم ما ممكن إلا يحدث نفسه بقتل المسلم، أنه هذا عندهم من العقيدة والدين، من العقيدة والدين أن اليهودي إذا رأى المسلم أينما كان أن يقتله، وإذا وجدوا واقع في حفرة يرد عليه اضطراب ما يرفعه منها، وإذا رأى امرأة حامل وهي مسلم فليبقر بطنها ولا يعينها على ولادتها، شق إلا بطنه ويتركها. هي عقيدة عند اليهود موجودة. فإذا كان اليهود نفسية التآمر على المسلمين وأن يقتلوا المسلم أينما وجدوه وأن يسعوا بكل جهدهم إلى إفناء الإسلام، فكيف بدك تأخذ اليهود معاونين إلك ومساعدين؟ شلون بده يكون عدوك مساعد إلك؟ فهذا لا يمكن أن يكون العدو مساعدا. لذلك اجعلوا ثقتكم بالله واعتمادكم على الله، والله ينصركم بملائكته، وما عند الله خير مما عند الخلق وعند البشر. فنزلت هذه الآية لينتبه سعد بن عبادة من مجالسة اليهود. من ناحية ثانية، أن بعض الصحابة كان يجتمع مع اليهود ويجالسونهم، لأن اليهود كانوا أهل كتاب، يعني أصحاب دين، أصحاب ملة، نزلت عليهم ملة إسلام، ملة دينية. فإذا كانوا أهل كتاب عندهم علوم الكتاب، فكانوا يجالسون حتى يسمعوا شيء من علوم الكتاب تبعهم، وهذنك لما يشوفوا المسلمين جلسوا معهم يصيروا ياخذوا ويعطوا معهم، يستدرجوهم بالكلام حتى يحكوا لهم أن المسلمين شو في عندهم وشو عم يعملوا وشو عم يساووا ومحمد شو عم يخطط لهم وشلون بيقاتلوا وشو عندهم أسلحة. كانوا يستدرجوا المسلمين ليتكلموا عن ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية اجتنابا للمسلمين أن يجالسوا اليهود، خشية أن يزل أحدهم بكلمة. ممكن يكون في شيء من أسرار الجيش، ممكن يكون في شيء من أسرار المعركة ما بيصير تصل إلى العدو، فلا تعدوا معهم ولا تجالسوهم ولا تصحبوهم حتى ما تزلوا بكلمة يكون فيها هلاك الإسلام، يكون فيها هلاك الدين. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. فأنزل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني لازم يكونوا قراب عليك أهل الإيمان، فبتقرب أنت اليهود أكثر من أهل الإيمان،
تجعلهم هدول أصحابك وأحبابك وبتبعد أهل الإيمان ما بتصحبهم ولا بتجالسهم. بينما الإسلام عم يأمر المسلم أن لا يكون له صاحب إلا من المسلمين، المؤمن أن لا يصحب إلا مؤمنا، المخلص لا يجالس إلا أهل الإخلاص. يعني الإنسان دائما ليجالس من يقاربه في العمل أو يناسبه في الإيمان أو في التوحيد. أما الصالح إذا جالس الفاسق وكان على غير مستوى ما عنده استعداد الإنقاذ، فممكن أن يفسد مع الفاسد. كرجل ممن طلب العلم، طلب العلم ودرس وقال بده يروح يهدي الفجر من النساء، النساء الفسقة بده يروح يهديهن إلى الإيمان، إنه طلب العلم وصار عالم وأخذ شهادة الدبلوم في العلوم الشرعية، بده يشتغل بالدعوة. دغري لوين بده يروح؟ بده يروح لعند أبناء بنات الزنا، بنات الخطأ، بده يدعيهن إلى الإسلام. فلما ذهب إليهم اجتمعوا حوله وأظهروا مفاتنهم وأظهروا ما لا يليق للإنسان أن ينظر إليه، فما كان منه إلا أن فجر وفسق ووقع معهم. فبدل ما أنه ينقذهم شو عملوا فيه؟ غرقوه. لذلك يقال يا صياد احذر أن تصاد، يا صياد احذر أن تصاد. هذا المثل قيل لرجل كان خبيرا بالصيد، كان يصيد في البحر، يصيد الأسماك وغيرهم. فيوم من الأيام خطر لباله أنه ليش عم يصيد سمك؟ ليش ما بيصير بيصيد شي حوت، حوت من الحيتان؟ فجاب حبل طخين وحط فيه سنارة كبيرة، حط فيها اللحمة، بمجرد ما يبتلعها بيسحبه. قال حتى الحبل ما يفلت ربطه بنصه مشان يجر من نصه، ولحس اللحمة بالبحر. فأتى كلب من كلاب البحر من القرش، لما سناول البحر سبح سحبه، فعلى أساس أنه إذا سحبه بينسحب معه، وإذا طلع الحوت أكبر منه نتر الحبل وأم نتره للبحر، فكان طعمة السمك. يخليك عم تصيد سمك منيح قد منك بيصيد حوت. إذا بدك تصيد حوت تربط الحبل بالشجرة، ما تربط الحبل بنصك، هذا خطأ الإنسان. فإنسان بيجي بده ينقذ، بده ينقذ إنسان على فساد أو إنسان على خطأ، وبيكون هو لسه مثل ما بيقولوا بالرأراء، لساته إيمانه خفيف، ما تعلم ما تفقه، ورايح بده ينقذ واحد غريق هو ما بيعرف يسبح. فالغريق شو بيعمل؟ بيتمسك فيه فبيغرقوا هن اثنين سوا. لذلك القرآن عم ينبهنا بهذا التنبيه، أن يا مسلم إذا أردت أن تصاحب أو أردت أن تجالس فجالس من تنتفع منه لا من تتأثر به. بدك تجالس واحد إيمانه أقوى من إيمانك، تقوى أقوى من تقواك، علمه أكثر من علمك، حتى تنتفع منه وتنساق معه إلى الطاعة والتقوى. أما تجالس واحد فاقد الإيمان، فاقد التقوى، فاقد الحب، وبدك أنت تجي تعلمه ولسه ما تعلمت شيء، فبدك تكون أنت طعمة للفساد. فالصحابة رضوان الله عليهم كان اليهود أصحابهم، كان المدينة أي السورة نزلت بالمدينة، والمدينة كان فيها يهود، واليهود كان لهم صحبة هن وأهل المدينة في بيعهم وشرائهم، كان ببلد واحد عايشين عم يتبايعوا. اليهود كانوا مستلمين الأسواق، الأسواق اللي كانوا مستلمين مين بالمدينة؟ اليهود كانوا مستلمين الأسواق، وكانوا يبيعون بالربا،
وكان يجعل على الإنسان الربا وربا الربا، مثلا يدينه لشهر إذا ما أدى حط عليه الربا مضاعف لشهر، مثلا بالمية عشرة بصير بالمية عشرين، لثلاثة أشهر بصير بالمية ثلاثين، إذا ما وفى لأربعة أشهر بالمية بصير أربعين، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فكانت المعاملة بين المسلمين واليهود في المدينة قائمة. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة المنورة، الصحابة عم يجالسوا اليهود، فاليهود كانوا يستدرجوا الفقراء أو الضعفاء من الصحابة يلي لساتهم جدد. شو عم يحكي محمد؟ شو عم يصير بالمجتمع؟ يسمعوا منهم من شان يرتبوا مؤامرات ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل نبه الصحابة عن ذلك وأنزل هذه الآية تنبيه وتحذير للصحابة ولكل من أتى بعض الصحابة إلى يوم القيامة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. الموالاة والمصاحبة لا تكون إلا لمن فيه مناسبة. بدك تصاحب يلي بناسبك في الإيمان، يلي بناسبك في التقوى، بناسبك في الطاعة، بناسبك في الحب. أما تجالس من هو أقل منك إذا لم تكن صاحب قوة فالأفضل لا تصحبه. فأنزل الله هذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني أصحاب وأحباب وأتباع، يعني لا تجالسون ولا تسهروا معهم ولا تفتحوا الأحاديث بينكم وبينهم خشية أن تزلوا فتبينوا شيئا من أسرار الدعوة أو من أسرار الإسلام أو من أسرار الجيش، فبتنقلوا مودتكم إلى عداوة الدين. تكون أنت بدك تصحبه من شان تتعلم منه، بيصير هو عم ياخذ منك من شان يضر دينك ويأذيك ويأذي أهلك ويأذي إسلامك. فلذلك لا يجوز أن تكون لكم صلة ولا مودة إلا بأهل الإيمان، أما بأهل الكفر فلا صلة بيننا وبينهم. وإن وجدت منهم الحنان وإن وجدت منه العطف، فهذا كله مشان يستدرج تفكيرك لأن تخبره بما لا يصح لك أن تخبره. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء يعني أحباب، توالوهن يعني تحبوهن وتودوهن وتصحبوهن. قال: لا يتخذ المؤمنون، لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض، الكافر بيوالي الكافر، المنافق بيوالي منافق، أما المؤمن بده يوالي مين؟ المؤمن. الطائع بده يقعد مع الطائع، الذاكر بده يمشي مع الذاكر. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا بده يمشي معهم بده يصاحبهم وبده يعطيهم الأسرار، هذا صار مثل حكايتهم، صار منهم. وأنزل آية أخرى بقوله سبحانه وتعالى، قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الكفرة يوالي بعضهم بعضا. أنت مسلم تعود تجالس أهل الكفرة فبدك تصير أنت موالي لهم، والموالاة محبة، والإنسان ما بيحب إلا من كان على شاكلته. فالكافر بيحب الكافر، أما المؤمن لا يحب الكافر، أنه في بينك وبينه فرق. أنت موحد وهو مشرك، أنت على إيمان وهو على كفر، فلا يلتقي الإيمان والكفر، يتنافيان، لا لقاء بينهما. الكفر ظلام والإيمان نور، ولا يلتقي النور مع الظلام أبدا. إذا وجد النور والظلام فر الظلام وبقي النور. فإذا كان أنت نورك بده يطفي ظلام الكفر
فمعناتها بدك تعيش في ظلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من ناحية ثانية الإسلام، القرآن نبه المسلمين أن الكفرة من اليهود وغيرهم يتربصون الدوائر، يعني ينتظرون اللحظات حتى ينقضوا على دينكم ويهلكوكم، ينتظرون اللحظة بين اللحظة واللحظة إمتى بتغفل حتى يدقوا بدينك، يدقوا بقرآنك، بنبيك. فعم يتربصوا بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. فإذا كان يتربصون الدوائر بالإسلام وبالمسلمين وبالنبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن قال يا مسلم إياك أن تجعل لهم ثغرة يدخلون منها، اوعى تجعل لهم مجال يدخلوا بصحبتك أو بمجالستك ليفهموا شيء من أسرار الإسلام. بعض أوقات سر بسيط، كلمتين بعض أوقات بيخرب الحياة كلها. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بده يفتح مكة صلى الله عليه وسلم، أول عمل عمله سكر أبواب المدينة كلها، أبواب مكة كلها، حط عليها حرس، ما حدا يدخل، ما حدا يخرج من المدينة إلى مكة ولا طير. سكر كل الأبواب، حط عليها حرس، ما يدخل أحد. هذا احتياط، وما أعطى خبر لأحد أنه وين وجهة الجيش. كان النبي عادته إذا بده يروح مثلا إلى إسرائيل كان يقول رايحين إلى حلب، ويتوجه ناح حلب مشان الجواسيس كلهم شو يقولوا أنه محمد وين قاصد حلب. فالنبي يصل لطلوع التناية ويلف على إسرائيل، بعد الطريق لكن غيب على عدوه الخطة اللي قايم فيها، عشان يباغت العدو مباغتة ما يصير أسرى أو قتلى كتير، مباغتة بكون له الجولة. ففتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام ما بده يبلغ حدا، سكر كل الأبواب. أبو لبابة دري في الموضوع أنه بده النبي عم يجهز الجيش لفتح مكة، حاطب ابن أبي بلتعة، أبو لبابة حاطب ابن أبي بلتعة عرف أنه النبي بده يفتح مكة وإله أموال بمكة، فحب يعمل معروف مع أهل مكة مشان يحفظوا له ماله. فكتب ورقة صغيرة أنه خذوا حذركم، فإن محمد يأتاكم بجيش لا قبل لكم به، خذوا احتياطكم. وعطاها لمغنية كانت بمكة جاي للمدينة وبدها ترجع لمكة، عطاها إياها وقال لها خبيها وعيك حدا يشوفها، عطاها بالطبع عليها الإجرة. مغنية رايحة ما معها شيء، مع السلامة. فأتى الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فالنبي جمع سيدنا علي والمقداد ابن الأسود ومعهم رجل ثالث، وقال لهم في ضعينة يعني مسافرة رايحة إلى مكة تحمل معها كتابا لأهل مكة، انطلقوا وراها بتلحقوها بروضة خاخ، عين لهم المكان اللي بدهم يجتمعوا فيها صلى الله عليه وسلم. وانطلقوا واجتمعوا فيها بالمكان اللي النبي عينه، أوقفوها قالوا لوين رايحة؟ إلى مكة. قالوا لا أنت أخذي معك كتاب، طالع الكتاب. قالت لهم ما معي لا كتاب ولا شيء، نبشوا الأغراض، نبشوا أوعيها، نبشوا ما في شيء. فالمقداد قال له ما حامل شيء. سيدنا علي قال ما كان رسول الله ليكذب. النبي قال مع كتاب معناته مع كتاب. والتفت سيدنا علي إليها وقال لتخرجن الكتاب أو لأجردنك من السياب. يا بطال المكتوب يا بشلحك بالزلط، بالزلط بشلحك حتى. فلما رأت منهم الجد
قالت لهم اديروا وشكون، مدت ايدها الى ضفائرها وطالعت المكتوب من ضفائرها، جابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا المكتوب لو وصل الى اهل مكة كان فشلت خطة النبي عليه الصلاة والسلام، كان فشل الخطة، ويمكن كان يهيئوا جيش اكبر، فممكن تصير معركة ويقتل كثير من المسلمين. فحاطب شو ارتكب بهالعمل؟ شو ارتكب؟ الخيانة العظمى. فالنبي بعت وراء حاطب، شو هاد يا حاطب؟ قال له والله يا رسول الله أنا ما أرد إلا خير، كل الصحابة إلهم أهل بمكة إلا أنا مالي حدا، فحبيت بس أعمل معروف معهم مشان يحفظوا لي أموالي. سيدنا عمر قال له يا رسول الله ذن لي اقطع عنقه، أنه هي خيانة عظمى. قال له لا يا عمر، إنه شهد بدرا، إنه شهد يعني هذا من محاربين في المعركة الأولى، هذا له وسام الشرف، وسام الشرف بيشفع له، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام عفا. المراد انه ورقة قد 3 أصابع ممكن كانت تخلي الجيش كله يروح. فكلمة بعض أوقات بيحكيها الإنسان ما بيعطيها باله ممكن تروح جيش. لذلك في أيام المعارك وفي غير أيام المعارك لا يجوز للإنسان المسلم أن يبحث في أمور المعارك أو أمور الجيش أو أمور السلاح بين بعض الناس، ما بيصير هذا الحديث، هذا الحديث تركوه لأهله. أما ما بيصح لحنا نبحث، ممكن نكون في جلسة واحد يستدرجنا للكلام وبيكون هو عميل، بتظن أنه هذا من الأصحاب من الأحباب بيستدرج بالكلام، تجي أنت بتحكي كلمات ممكن يأخذ الكلمات ويوردها إلى المصدر اللي هو تابع له، فنسبب للبلد نكبة. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يتكلم بكلمات فيها مس للجيش أو للقوة أو للسلاح أو للسياسة، هذا ممنوع شرعا أن يتكلم الإنسان به. إذا بده يتكلم ولا بد، الله قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلام بده ينحكى لقيادة، القيادة هي بتفكر. أما تجي أنت تحكي والتاني يحكي والتالت يحكي، هلا كقانون بالنسبة للمجندين، هل يصح للمجند أن يذكر رقمه العسكري وقطعته العسكرية؟ بصح أنه يذكر قطعته قديش فيها دبابات قديش فيها مصطحات، هل له ذلك؟ طيب وإذا تكلم شو بيكون؟ خيانة في عقوبة. فلا يصح هذا. المسلم لازم يكون متكتم على كل أحكام الحياة وخاصة أحكام الدولة وما فيها. فالله عم يخاطب المسلمين، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تجعلون أحباب لكم. أنه في كتير يا ابني في الحياة، هلا ما بس يهود ونصارى، هلا في منافقين يلي منسميهم الطابور الخامس، هدول يتربصون الدوائر، بده يعمل حركة ما عاجبه الوضع، ما عاجبه العمل، ما عاجبه السياسي، بيجي بده ينكر ذلك. إياك إياك أنه تعطيه كلمة أو ترضى به يتكلم. إذا بده يتكلم بدك تعطي عنه خبر، كأنه ممكن أن يكون عنصر فساد في المجتمع. فلا يجوز للمسلم أن يسكت عن إنسان أراد أن يودي بالسلاح أو بالقوة أو بالبلد أو بالوطن. المسلم الوطني هو اللي بده يدافع عن بلده، بده يدافع عن أرضه، عن ترابه اللي عم يعيش عليها ويأكل من ثمراتها. فهذا الآية القرآنية عم تعلمنا هذه الدروس نقول عنها السياسية أو الدروس التي تحفظ كيان الوطن وكرامة الوطن وأسرار الوطن
ما نضع فيها إلى أي إنسان ولو كان قريبا ولو كان صاحبا، ولا تصحب إلا من كان على مستوى دينك وإيمانك. صلى الله على سيد الخلق. فهذه الآية القرآنية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، يعني لا تتخذوا يا مسلمين، لا تتخذوا صاحبا ولا حبيبا إلا من كان على دينكم ومن كان على محبتكم لله أو طاعتكم لله. فأحبوا لله وصاحبوا لله وجالسوا لله، أما لغير ذلك فإياكم أن تصاحبوا. فإن رأيتم من أراد غير ذلك فأبغضوه وابتعدوا عنه، ابتعد عن من أراد إلقاء فتنة أو فساد حتى ما تقع بفخه ولا تقع بشركه، لعل ذلك أن يصلح حياتك. فابتعدوا عن من أراد السوء بكم أو ببلادكم أو بدينكم، وإن كانت لك مصلحة معه فاترك مصلحتك لأجل الوطن. لو مصلحتك خربت الوطن بيبني لك إياها، أما إذا وطنك خرب، إذا أرضك راحت وبلدك راحت، شو رح تأخذ من مصلحة؟ ولذلك الإسلام طلب من المسلم أن يكون وطني. أي وطني؟ يعني مؤمن. أن حب الوطني من الإيمان، يعني من علامة الإيمان. إذا فيك الإيمان بيظهر فيك حب الوطن، وإذا ما في إيمان ببيع بلده، إذا ما في إيمان ببيع وطنه، بيحكي أسرار، بيحكي أمور. فالآن لازم أفضل عمل يقوم به الإنسان في الحياة اكتب ما أسرك ما كتمت سرك، اكتب ذهبك وذهابك ومذهبك، هذا اكتبه لا تخبره لأحد. اكتب ذهبك، وين رايح وين جاي شو بدك تعمل، لا تحكي لأحد. ويلي بده يسألك هذا ما له حق واحد يسأل الثاني: أخي وين رايح أنت ومنين جاي؟ هذا سؤال كثرة غلبة، ما بحق لمسلم أنه يسألها لمسلم، فلا تحكي له منين جاي. سألوا بعض الصالحين، قالوا له: من أين أتيت؟ قال: من عند الله. قالوا له: وإلى أين ذاهب؟ قال: إلى الله. من أين أتيت؟ من عند الله. وإلى أين ذاهب؟ إلى الله. قالوا له: وماذا تفعل؟ قال: أطيع الله. حتى ما يتاخذ منك شيء. هي اكتم ذهبك، اكتم ذهبك، قديش معك مال، قديش معك مصاري، قديش ربحت، شو جبت معك. لا تحكي لأحد، انت بتحكي له عن براءة وعن صفاء قلب، انه والله نحن ربحنا والله 200,000، والله جبتهم مبارح حطيتهم بالبيت، والله 200,000 الحمد لله، الله بارك والله أعطى. ليلتها بينزل عليك بيت لك بيت المرتك بياخد 200,000، يعني أنت قلت له في 200,000، كأنك عم تقول له تعاخد المصاري. شو في معك ما تخلي حدا يدرى، خبي مالك إلك، لا تخبر أحد عما ملكت. اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك، انت مع مين، لمين تنتمي، لاني جماعه، لاني انا ما بعرف غير الله وما بحب الا الله، وما بروح لغير الا الى الله، وما باخذ الا من الله. خلي دائما مع الله، لا تخلي يعرف انه في كتير يا ابني يلي بيعيش لتهديم الغير كتار. فالإسلام عم يعلمنا أنه نكون حذرين من هذه الأشياء. فبدك تحب بتحب لله، بدك تصحب بتصحب لله عز وجل، لعلك أن تدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من أحب لله، من أحب لله وأبغض لله. حبيت بتحبه لله، ما بتحبه مشان المال، ما بتحبه مشان المصلحة، ما بتحب من شان الزواج، ما بتحب من شان الشغل، بتحبه لله.
تكون السدي واللحمة بيناتكن الله. من أحب لله وأبغض لله، ما بتبغضه كمان مشان مصلحة، مشان مصاري، مشان ما قضى لك شغلي بتزعل منه، تبغضه لله. معنى لله يعني إذا عصى الله وخالف دين الله وارتكب المحرمات وبتنهى، إذا ما انتهى فتبغضه لله، يعني تركته لدين الله ما تركته مشان مصلحتك. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، تعطيه سواء مال سواء طعام كساء بتزوجه بتشاركه لله، وأعطى لله ومنع لله. واحد بده يجي ياخذ منك وبتعرفه انه بيرتكب في معصيه، منعته لعله ان ينتهي عن المعصيه. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، فقد استكمل الايمان. يا سلام، بأربع وحدات بتاخذ الإيمان الكامل. إذا دور على من تحبه لله، وإذا كرهت إنسان تكرهه لله ما لنفسك، نفس ما له محل. أما لحنا إذا ما مشلنا شغلتنا بنزعل منه، إذا ما قضلنا حاجتنا بنزعل منه، إذا ما أعطانا بنزعل منه، هذا للنفس. المؤمن لا يحب إلا لله، ولا يكره إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الله ورسوله، من أحب الله ورسوله صادقا غير كاذب، صادق من قلبه الحب ما باللسان، صادقا غير كاذب، ولقي المؤمنين فأحبهم. كمان حب أهل الإيمان للإيمان. وكان أمر الجاهلية عنده، نار ألقي فيها. أمر الجاهلية يعني قبل ما تتعرف على الإسلام، قبل ما تتعلم دين الله، قبل ما تجي لعند الشيخ، كانوا رفقاتك أصحابك ميولك شهواتك، بده يكون هذا مثل نار بدك تلقى بها. قال: وكان أمر الجاهلية عنده نار ألقي فيها، نارا أو كنار ألقي فيها، فقد طعم الإيمان، فقد طعم الإيمان، أو قال صلى الله عليه وسلم: فقد بلغ ذروة الإيمان. أعلى ذروة في الإيمان أن لا يرجع إلى ما كان عليه في الجاهلية قبل معرفة، قبل معرفة الإسلام. بدك ترجع بتشوف النار أهون إلك من الرجوع إلى المعاصي والفواحش. فالمراد في ذلك أن لا تصحب إلا مؤمنا، ولا تجالس إلا مؤمنا. أما لو كان في مصاحبة غير المسلمين، لو كان في مصلحة أو منفعة تنفع الوطن أو تنفع المجتمع، كجلب خير للمسلمين أو دفع ضر عن المسلمين، فلا مانع من موالاتهم للوصول إلى دفع الضر أو جلب الخير. مثلا لو عملنا صلة مع أي دولة من الدول حتى نجلب منها معدات إلى بلدنا، أو نجلب إلها الأرزاق إلى بلدنا، في مانع من ذلك؟ وهنا ما في مانع، لأنه فيها خير. ولما بدنا ناخذ شيء من بشراء ما منبيعه عن ديننا، عم ندفع أموال الدين ما دخل، فهم بتعاملهم معاملة مادية من غير ما تكون معاملة دنيوية. فإذا كان المصلحة لنجاح الإسلام ونجاح الدعوة
ونجاح الدين فلا مانع من ذلك، أو إذا كان نكتسب عزة للإسلام فلا مانع من ذلك. فالله تعالى قال لنا في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا قاتلك ولا أخرجك من بلدك، قال إيه ما في مانع أن تعاملوا بالمعاملة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم يعني تكرموهم وتحسنوا إلهم وتعدلوا معهم، قال فلا مانع من ذلك لأن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، إما أن يكونوا قاتلوكم، شلون بدك تتخذ بينك وبينهم مودة وهن عم يقاتلوك في دينك، قاتلوكم في الدين أو أخرجوكم من دياركم، طالعوكم من مكة، طالعوك من بلدك، هجروك، وتجي أنت تتخذ بينك وبينهم مودة وصحبة، إنه بيعمل بينه وبينهم صلة ضد بلده أو ضد مجتمعه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. المظاهرة أن يعاونوا العدو عليكم، فمثلا إسرائيل عدوي، أجت أمريكا تعاون اليهود ضد المسلمين، هي بصح أن نتخذها ولية وصاحبة. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، يعني أن تصاحبوهم أو تجالسوهم مطلقا، فلا صلة ولا صحبة ولا مودة بيننا وبين من يعادي الإسلام، إنما الصحبة بمجرد ما على مقدار ما تنفع الإسلام أو تنفع الوطن. هي الأمور سياسية، هي الأمور سياسية، لكن المجتمع لازم يكون كله واعي وعيان انه عدونا الوحيد في المنطقة مين؟ اسرائيل، هاي العدو الوحيد. خرجت من البلاد عادت وقتلت، وكم بلد صار وكم مذبحة صارت عم يعملوها مذابح ورا بعضها البعض، فاذا مذابح، واخرجوكم من دياركم، وفي مين عم يواليهم؟ في موالاة. إذن لازم المسلمين يتخذوا خط أن لا نعامل ولا نعاون ولا نجلب بضاعة من بلد تساعد إسرائيل، ولا نعطي بضاعة، فحتى نقطع كل العلاقة بيننا وبين أعداء الوطن، ليكون أعداء الوطن كأنهم بعيدين عن المجتمعات. هلا امريكا عم تعمل علينا الحصار، عملت حصار على ليبيا، ما هي ولا مهددت بايش؟ بالقنبله الذريه، حصار وتهديد بقنبله ذريه. المفروض المسلمين، المفروض الدول، دول البترول، مفروض كلهم يجتمعوا يقطعوا بترولهم عن الغرب، يبذل القطع، لكن صار شو بده يحكي الواحد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لو كانوا المسلمين يد واحدة ودولة واحدة، أوروبا عملت هيئة الأمم، نعمل لحنا هيئة الأمم الإسلامية، جامعة إسلامية، عملوا جامعة جمعوها مشان يساعدوا إسرائيل. في مصر جمعوا الدول العربية لمساعدة إسرائيل ضد المسلمين، ما للمسلمين. المستعان بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الآية توجيه للمسلم أن يصحب الصالحين، ناخذها على أدنى لحنا، لما بدنا ننطلق لما هو أبعد خلينا ناخذها لما ننتفع به نحن، أن تصحب صحبة الصالحين وأن تجالس أهل التقوى والمتقين وتحب أهل الإخلاص والمخلصين، وتكون مع
الصادقين أينما كانوا وأينما حضروا، هدول يكونوا أصحابك وجلساءك وأحبابك، هدول يلي بدك تأخذ منهم الهداية، تأخذ منهم النفع، وبتأخذ منهم الإرشاد، تأخذ منهم تذكيرك بالله عز وجل، وبتأخذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الحب في الله، أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. من أفضل أعمال الإيمان أن تحب حبيبا في الله، الحبيب اللي بدك تحبه في الله من أجل أن ينصحك ويذكرك بالله ويدلك على الله ويأخذ بيدك إلى دين الله. إذا كانت همتك بطيئة بشد همتك للطاعة، إذا كنت بتنام كتير مشان يفيقك على صلاة الفجر مشان يذكرك بالله، هذا الحب في الله. فبتصحبه وبتجالسه وبتمشي معه ما دام يدلك على الله. فإذا ظهر منه خطيئة أو نقص أو مخالفة لدين الله فتتركه لله، تفارق لله، أنه أنا مشيت معك من أجل دين الله. لعملكم من القالين، يعني أنا ببغض عملكم، فإذا تركت العمل فأنتوا أصحابي وأحبابي. فما في عداوة بالمسلم، قلب المسلم لا يعادي أحدا، يحب جميع الخلق، إنما يبغض الخطيئة والمعصية. فما دام تعمل الخطيئة فلا يصاحبك ولا يجالسك، فإذا تركت الخطيئة إلى الطاعة فأنت حبيبه وصاحبه. لذلك هكذا يجب أن نصاحب الخلق لله، ما نحن منخانق بعضنا ومنحارب بعضنا ومنعادي بعضنا، هذا منشان مصلحة وهذا منشان المال وهذا منشان الأغراض وهذا منشان البيت وهذا منشان بده يتزوج، وهذا كل مصلحة مادية، أما نختلف من أجل المصلحة المادية. أما المؤمن لا، المؤمن لا خصام إلا لله، ولا يحارب إلا لله، ولا يخاصم إلا لله، من أجل دين الله فقط، هذا المؤمن. فإمتى بدنا نرجع إلى إيماننا؟ فلان والله ما بقيت حاكي، فلان والله ما بقيت روح لعنده، فلان ما بقيت صاحبه، ليش؟ وعد وما أجا، فلان ما رضي يأكل عندي، فلان ما استقبلني، فلان عمل كذا، كل مصالح بسيطة هي، ما بيصير نخاصم بعضنا من شأنها. تخاصم لدين الله، يعني إذا عصى أو ارتكب الفاحشة ولم يقبل النصيحة تنصحه مرة وتنتين وثلاثة، ما قبل النصيحة بنقول له مع السلامة. هكذا يجب أن يفعل المؤمن بمجالسته ومصاحبته. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان. العرى العروة، والعروة يعني حلقة مع الحلقة، لما تكون الحلقة داخلة مع الحلقة شو يقال لها؟ عروة. ما في زر وعروة، لما بيكون الزر بالعروة شو صار؟ شافة واحدة. قال الإسلام عرى، يعني حلقات مرتبطة ببعض البعض. أوثق عرى الإيمان، أشدها وأمتنها لها الحلقات اللي هي الإيمان والتقوى، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، أن توالي وليا لله، أن تحب حبيبا لله، أي أعظم رباط في الإسلام. إنه في مرة النبي سأل الصحابة عليه الصلاة والسلام: ما خصلة تجمع الإيمان كله؟ خصلة تجمع كل الإيمان شو هي؟ واحد قال الصلاة، النبي قال له أحسنت وما أصبت. ثاني قال له الحج، قال له أحسنت وما أصبت. الرابع قال له الجهاد، أحسنت وما أصبت. يعني كان شو هي يا رسول الله؟ قال: وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله؟ كل الإيمان. فإذا حبيت أخ في الله بيقوي إيمانك وبيذكرك بالله، بيذكرك بدين الله، بيشد همتك لطاعة الله،
وبيأخذ بإيدك إلى محبة الله، هذا الحب في الله. فلا بد للإنسان من حبيب في الله، ومهما كان الإنسان صاحب تقوى لا بد له من حبيب. فنبينا صلى الله عليه وسلم سيد خلق الله أجمعين كان له حبيب في الله، كان سيدنا أبو بكر حبيبه، وكان سيدنا علي ابن أبي طالب كذلك حبيبه. مرة نزل النبي سبح وعانق سيدنا أبو بكر، قال ليأخذ كل منكم بيد أخي، والنبي أخذ برأب سيدنا أبو بكر وهم عم يسبحوا. ومرة قال من والى عليا فأنا مولاه، كمان موالاة سيدنا علي. فلا مانع، النبي بده أخ. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خليل صاحبكم الله. فكان له صلة مع أبو بكر وصحبه، نعم. فإذا النبي كان له صاحب، أنت مين صاحبك؟ قل لي من تجالس وأنا أقول لك من أنت. مين صاحبك؟ مين أخوك في الله؟ مين اللي تآخيت أنت وياه لدين الله؟ لدين الله، ما مشان مال ولا مشان شغل ولا مشان عمل، لله. جالست لله وصاحبت لله وأحبت لله وأحببت لله. مين؟ إذا كان صلك فيا هنيئا لك، وإذا مالك أخ في الله فأنت يوم القيامة يا أخي في خطر، لأن الأخ في الله شفيع يشفع، إذا مالك أخ في الله يمكن ما تحصل شفاعة. فلا بد لك من أخ في الله، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، تعادي في الله. حبيت هذا لله تبغض الثاني لله، والبغض لا يكون إلا بعض النصيحة، تنصحه مرة وتنتين وثلاث مرات، تنصحه بعد النصيحة إذا ما عمل تبغضه لله، ما بتتركه مشان نفسك، تتركه لدين الله. فإذا ترك الخطيئة بيرجع حبيبك، بيرجع صاحب. أوثق عرى الإيمان الحب الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، أن تحب لله وأن تبغض لله. هذا الحب في الله في الدار الآخرة له أعلى مراتب، أعلى مستويات العطاء في الدار الآخرة. مما ورد أذكر حديثا، أذكر لكم حديث عن أهل الحب في الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة لعمدا من ياقوت، إن في الجنة لعمدا من ياقوت، الياقوت شو لونه؟ أحمر. إن في الجنة لعمدا من ياقوت عليها غرف من زبرجد، الزمرد شو لونه؟ أخضر. فالعمود أحمر والغرفة خضراء، إيش لون بيطلع اللون؟ إن في الجنة لعمدا من ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضيء كما إذا بتحب الشيخ الله بيسمعك، حشره الله في زمرتهم. إذا بتحب أولياء الله الله بيجمعك معهم في الدار الآخرة. أنا لما أتى ثوبان سأل النبي عليه الصلاة والسلام، إجل عند النبي مصفر اللون، النبي قال له شبك مريض؟ قال له لا يا رسول الله ما في مرض، لكن شبك وش أصفار ونحفان خير؟ قال له يا رسول الله والله أنا عم أتذكر الآخرة، قلت هون في الدنيا أنا لما بحب لما بشتاق لك بيجي بزورك، أما بالآخرة أنت وين مقامك وأنا وين؟ إذا بدي حبك شو بدي يوصلني لعندك؟ إذا بدي زورك شو بدي يوصلني لعندك؟ وين مقامك وين أنا؟ فالنبي قال لا يا ثوبان، المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب. ما كان للصحابة حديث أحلى من هالحديث، هذا أحلى حديث حبوه الحديث، أنه كلهم بيحبوا النبي، وإذا المرء مع من أحب إذن كلهم مع مين؟ مع النبي يوم القيامة. وهي لكم كمان يا
يحشر المرء من أحب قوما حشره حشره الله في زمرتهم. إذا بتحب أولياء الله أنت معهم، وإذا بتحب العارفين بالله أنت معهم، بتحب الصادقين أنت معهم، بتحب الذاكرين أنت معهم. وإذا كان واحد بيحب الكل من كم درجة بده يقعد؟ الكل بيجمعهم سيدنا رسول الله، بتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. بتكفي ولا ما بتكفي؟ الله يكرمكم بمحبة أخ في الله يا أبي. يلي ماله أخ يا أبني يبذل حياته يدور على أخ، ما أخ تصحبه مشان مصلحة، أخ لله فقط، تذكره وبيذكرك، بيدلك على الدرس وبتجيبه على الدرس، بيذكرك بلقاء الله وبتذكره بلقاء الله، حببك بالنبي وبتحببه بالنبي. هاي الحب في الله، يكون لك أخ فدائما بتشد همته وبيشد همتك لمصلحة دينك. هذا الأخ في الله. ومن أراد فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا إذا بدأ تصحب قال جالس الكبراء، جالس الكبراء وسائل العلماء وخالط الحكماء صلى الله عليك يا رسول الله. جالس الكبراء، مين الكبراء؟ الكبار في الإيمان، الكبار في التقوى، الكبار في الهداية، الكبار في معرفة الله. فهدول العارفين بالله هدول الكبراء الذين عرفوا الله ودلوا الخلق على الله، قال هدول جالسون وعدوا معهم. أما أهل العلم قال اسألوا سؤال، سائلوا العلماء، أهل العلم تسألون سؤال تسألوا بجاوبك. أما أهل الحكمة يلي الله فتح عليه بالحكمة وأعطاه الحكمة قال هذا اختلط معه اختلاط، وخالطوا الحكماء، أنه إذا اختلط معه أنت شو رح تصير؟ حكيم، بدك تأخذ من عقله من نضوجه من حياته من تجارب حياته حتى تصير حكيم الزمان، حتى حياتك كلها تصير فيها حكمة. دخيل النبي ما أحلى هالحديث، جالس الكبراء، أن الكبراء دائما هم الذين يعلمون دين الله ويرشدون الخلق إلى الله ويحببون الخلق بالله، هدول الكبراء. قال عدوا معهم. وأما بدك تسأل العالم، عالم تسأل سؤال عن الحكم، مسألة الثانية بيدلك تأخذ منه. وخالطوا الحكماء، الاختلاط إذا السكر اختلط بالشاي شو بيبقى من السكر والشاي شو بيصير؟ حلو. فالشاي تبعك كان مر، لما خالط أهل الله شو بيصير؟ صار حلو غيداب من شان يحلي لك الشاي تبعك. هاي الحكماء هاي يا ابني. فبتلاقي علومه وأهدافه وحياته كلها بيعطيك إياها حتى يجعل منك الإنسان المقرب إلى الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، إذا كان ما بيصح ناخذ الكفرة أصحاب ولا أحباب ولا نودهن ولا جالسهن، إذا بلا مودة ما منصير، شو بدنا نعمل؟ ما بيصير بلا مودة، بدنا ناخذ مين نوده ونصاحبه. فأنزل الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بدك تود روح شوف مؤمن، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعدها ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. بدك تأخذ رحمة الله، هذول اللي بتأخذ الرحمة من عندهم. دور على المؤمن اللي بدك تأخذ الرحمة بمجالسته بمصاحبته. إذا كان التقيت فيه رب العزة بينزل الرحمة عليك. أنتوا هلا في الجامع في رحمات إلهية نازلة عليكم؟ نعم، تتنزل الرحمات الإلهية والملائكة تدعو لكم حتى ينتهي المجلس، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، يعني بعد ما القرآن نبهه، بعد ما القرآن حذره، بعد ما الله عز وجل أنزل له الآيات، راح اتخذ الكفرة والمنافقين أولياء، فأضر بمصلحته وأضر بمصلحة المسلمين، أوصل الضرر للمسلمين وللإسلام. قال من يفعل ذلك، وبيطلع الأعداء على أسرار المسلمين وبيبلغ أشياء عن حركات المسلمين أو جيوش أو عن مصالح الوطن، قال فليس من الله في شيء. ليس يعني لا ولاية له من الله، ولا صلة له بالله، ولا رضا من الله عليه. فليس من الله في شيء، يعني ليس هو ممن يطيع الله، وليس هو ممن يريد نصرة دين الله، بل يريد قطع صلة الإيمان، ويريد الضرر بالإسلام والإيذاء له. لذلك فلا موالاة بينه وبين الله، منسلخ الولاية بينه وبين الله، ولا موالاة بينه وبين المؤمنين، قطع صلته مع المؤمنين وانقطعت صلته مع الله، فليس من الله في شيء. فلذلك هنا من والى العدو فهو حبيب أو عدو؟ موالي العدو حبيب أو عدو؟ عدو. فنقول الأعداء ثلاثة، الأعداء ثلاثة، عدوك هذا واحد، وعدو صديقك، عدو صديقك شو بيكون إليك؟ عدو، عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. صديق عدوك كمان شو بيطلع؟ كمان عدو. واحد انت بتعاديه بيروح هو بصاحبه وبيجي لعندك عم يلعب على الحبلين، يعني بينك وبينه، هذا عدو. الأعداء ثلاثة، مين؟ عدوك. اثنين، عدو صديقك. ثلاثة، صديق عدوك، هذا بيطلع عدو. فمعنى ذلك يا بتصير حبيب فلا تجالس أعدائي، أو بتجالس أعدائي فليس بيني وبينك محبة، فلا محبة بيني وبينك. المحب ما بجالس العدو. لا أراني الله إلا عدوا لأعاديك أحسن أم أساء. يلي بيعادي الله سواء أحسن أو أساء شو بيكون بالنسبة إلي؟ عدو. رضي الله من رضيت عليه ومن لم ترضى عنه فالله منه براء. فدائما ليس هناك صاحب إلا من كان لله، ومن يفعل ذلك فليس من الله، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات، أن نتخذ منهم الوقاية. هاي لح خليكم ياها للدرس الجاي، كأنه فيها بحث واسع، والتقية في كتير من يستعملها وبيغير ما أنزلت، فبدنا نشرحها شرعا كيف تكون هذه التقية. برجع لحتى أحكي لكم أن الله عز وجل قطع صلته وقطع رضوانه عمن يوالي أعداء الدين، عمن يوالي أعداء الإسلام. ممكن ينتسب إلى الإسلام، ممكن هذا الإنسان يكون منتسب إلى الإسلام لكن عقله أعجر. انتبهوا، هذا نحن بالنسبة لزمننا، ينتسب إلى الإسلام لكن ما فقه الإسلام وما تعلم الإسلام الصحيح ولا درس الإسلام الواضح، مثل يلي مساكين عم يظهروا بمظهر الأصوليين، مذهب الأصوليين، مثل اللي دبحوا الرهبان. هذا أمر لا يقره شرع ولا يرضى به دين. رجل الدين مكرم حتى في المعركة، لما كان النبي يبعث جيش للقتال إلا لا تتعرضوا لرجل الدين، أمر أنه ما يتعرضوا له، خلوه بصوماته عم يتعبد، ما تتعرضوا له. فيجوا لرجال دين يدبحون،
هذول ما فقهوا الإسلام ولا تعلموا الإسلام، وهؤلاء أرادوا زلزلة الإسلام حتى يهزوا الإسلام في نفوس المسلمين، بما أنه عجلة السلام ماشية بهيك عمل عم يعرقلوا المسيرة. فهؤلاء ما بصح أن نوافقهم ولا أن نقر لهم بعمل ولا نرضى بما يعملون. وإذا كان شفنا واحد بده بالقوة بالشدة، هذا ليس من الإسلام. الإسلام يا أحبابي دين اللطف لا دين العنف. الإسلام دين الإحسان، دين اليسر ما دين العسر، دين الإحسان ما دين الشدة. فيلي بيجوا بدهم الإسلام يظهروا بهالمظهر هذا عم يغيروا مسيرة الدعوة ومسيرة الإسلام. فاعلموا يقينا أن كل من يعمل بهذه الأعمال هو بعيد عن علم الإسلام وفقه الإسلام، بعيد كل البعد. فلا نرضى بفعله ولا نجالس أحدا منهم، بل ولا نصحب أحدا منهم. وإذا رأينا لا يجوز أن نتستر على إنسان يريد الضر لوطننا. الله يوفقنا وإياكم للفقه الحقيقي. اللهم اهدنا لما فيه رضاك عنا يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. الله أخ عم
يسأل اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك، ما حديث هذا يا باب؟ حكمة من الحكم، أي ما حديث. وكحلة المرأة برات بيتها حرام ولا تجوز، حرام ولا تجوز، وإن كانت لمرض فتتكحل في بيتها، أما أن تتكحل وتخرج من بيتها وهي متكحلة فهذا حرام ولا يجوز، هذا من الزينة يلي عم تظهرها للناس. Yeah.
تكون.